السلام عليكم، يعطيكم العافية اخوان الكرام. راح نعمل تجربة على عدة معادن على جهاز الامباكت برو 2020 على البرمجية الجديدة والسوفت وير الجديد للجهاز. معدن بهذا الحجم من خلف صخرة، بنفس الوقت طبعا على الذهب والحديد. هذا صوت الحديد راح يكون، صوت الذهب حتى من خلف الصخرة. أوكي. طبعا على خاتم وعملة معدنية ايضا على نفس الوضع اللي ما اخسر لا عمق ولا حساسية. هذه العملة وهذا الخاتم.